نبلش مقطعنا، واول شيء نتكلم عنه اللي هو في تسريب عن قدوم باص للريسبون مثل ما تشوفه بالصوره قدامكم. هذا الباص راح يتم اضافته قريبا الى اللعبه، والشيء اللي اثبت انه للريسبون مثل ما تشوفه في محل محطه لكم دوائر، هذا يثبت انه الباص راح يكون للريسبون. طبعا الشباب راح ينزل قريبا خلال التحديث القادم، بس ما اعرف اذا كان راح يكون بالسولو وسكواد العادي او راح يكون بطور خاص، ما اعرف، مو متاكدين من الكلام، بس 100% راح ينزل. ننتقل لثاني شيء اللي هي الصوره اللي تشوفوها قدامكم. هذه الصوره شباب صوره السيزون الثامن محل محطه لكم دوائر، هذه اسلحه راح يتم اضافتها قريبا. والدائره الثالثه يا شباب هذه خريطه كمان راح تنزل قريبا الى اللعبه. هذه الاسلحه شباب الاثنين اللي هو الريفولفر والكريسبو راح ينزل قريبا الى اللعبه، اتوقع خلال التحديث القادم يكون نزلات ريفولفر جديد وكريسبو جديد مثل ما شفتوهم من صوره السيزون الثامن. والسلاح اللي تشوفوه قدامكم يا شباب هذا ملفات مسربه داخل ملفات اللعبه، وبرضه احتمال ينزل خلال الفتره القادمه باي اسبوع من الاسابيع فجاه يكتب عنه كامينج سون وينزلوه، وعلى ما اعتقد راح يكون ايبك وليجندري. وننتقل للخريطه يا شباب. طبعا خريطه الكنز هذه ملفات داخل ملفات اللعبه، واصلا بالاعلان تبع السيزون الثامن كانت موجوده. وطبعا شباب الخريطة راح تكون عبارة انه في مكان بالخريطة عليه علامة اكس، وراح انزلوا حفارة او كريك انك تحفر وتطلع الكنز، بس شو بيطلع لك بالكنز الله اعلم، لحد ما نعرف اي شيء، ولسه الخريطة مش موجودة، فاحتمال تنزل بالتحديث القادم او خلال الاسابيع القادمة، وبس تنزل وافهمها راح انزل لكم توضيح عنها او شو راح يكون استخدامها. وننتقل للشيء اللي بعد شباب، هذا السكن نزل الى الايتم شوب قبل فترة، وفي خبر مفرح بالنسبة للناس اللي اشتروه. طبعا شباب السكن راح تنزل له التعديل الثانية، وهذه التعديل يا شباب راح يكون السكن بدون خوذه، فصار عندك تعديلتين، واحد بخوذه وواحد بدون. بس السؤال هو انه كيف بده يعطوك التعديل؟ هل انه بيطلب منك تسوي تحديات معينه عشان يعطوك التعديله، ولا انه بس بيعطوك اياه على طول هيك وخلص؟ فالتعديل راح تنزل شباب خلال التحديث القادم او خلال الاسابيع القادمه. فهيك شباب بكون حكيت كل شيء عندي، فسؤالي لكم نهايه مقطعنا شباب، مثل ما تشوف هذه مظله الفوز للسيزون الثامن. طبعا السيزون الثامن كان يوم الخميس وحنا اليوم يوم السبت، يعني السيزون الثامن صار له يومين نبلش. طبعا سؤالي لكم اللي هو بأي يوم من هذه الثلاث أيام قدرت تحصل على مظلة الفوز؟ يوم الخميس ولا يوم الجمعة ولا اليوم اللي هو يوم السبت؟ فاكتب لي بالتعليقات لأني راح أشوف كل التعليقات. وبس شباب هيك بكون وصلنا لنهاية مقطعنا، فأتمنى من كل شخص فيكم حاب إنه يدعم القناة إنه لا ينسى يستخدم كود المتجر، هي موجود فوق عندكم على الشاشة، وهيك بتكونوا دعمتوا القناة وربي يسعدكم على كل شيء. واتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع انه ينشره بكل مكان وبكل الجروبات حتى الكل يستفيد. وبس شباب اتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصل 300 ألف مشترك، وربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.